أما ذلك الشاب الذي اتصل بي ليخبرني بخبر زميله، قال: كنا في غفلة على المعاصي والآثام والزنا والمنكرات، وفي يوم من الأيام جلسنا أمام الإنترنت ننظر لتلك المواقع الماجنة، فقال صاحبي: لو أمكن في هذه البلاد، لو يفتح لي المجال، والله ما أترك فتاه إلا خربتها. وتواعدنا في الغد أن نلتقي. اتصلت به مرة ومرتين وثلاث وأربع لم يرد، وفي اليوم التالي إذ بالخبر أن فلانا قد مات. تدرون كيف مات؟ خرج من عند زميله، اتصلت به إحدى الفتيات، قالت: زوجي قد سافر وتعالى إلي في قلتي في المكان الفلاني. وذهب إليها وانتهك أعراض المسلمين في بيوتهم، وبينما هو معها في الزنا إذ قبض الله روحه وحمل عريان، حمل إلى ثلاجة الموتى ليجلس 3 أشهر يشرحون جسده ليعرفوا ملابسات تلك القضية. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كيف سيقبلون على الله؟ كيف سيقبلون على الله؟ كيف سيقبلون على الله؟ كيف حالهم وهم ينظرون إلى ملك الموت؟ كيف حالهم وهم ينظرون إلى ملك الموت يقبل عليهم؟ لا إله إلا الله. أي ملائكة معه؟ سود الوجوه، أكفان من نار، حنوط من نار، ملائكة ذلاب. لا إله إلا الله. ما حال تلك الروح لو وقف ملك الموت يقول لها: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي اخرجي إلى غضب من الله وسخط. كيف حالها يوم أن تفر في الجسد؟ كيف حالها يوم أن تتشبث باللحم والعصب؟ كيف حالها يوم أن ينتزعها ملك الموت؟ كيف حالها يوم أن توضع في كفن من النار؟ كيف حالها يوم أن ترفع فتغلق دونها أبواب السماء؟ كيف حالها يوم أن تلقى؟ لا إله إلا الله. كيف حالها يوم أن تحمل إلى القبور؟ شققت العينان وارتخت اليدان وتصلبت القدمان وتوقفت الأنفاس وانتهت الشهوات وزالت الملذات وأدبرت الدنيا وحمل إلى الدار الآخرة، إلى القبور، حيث الظلمة، حيث الوحشة، حيث الدود. لا جليس ولا أنيس، لا طعام ولا شراب، لا هواء ولا كساء. أين الأهل؟ أين الملذات؟ يا الله، هل سيتذكر صاحب القبر من أهل الشهوات لذة قضاها في يوم من الأيام؟ لكن القلوب غافلة. ماذا سيفعل يوم يحملوه على الأكتاف ويقربوه يغسلوه ويدنوه إلى تلك القبور؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من منازلهم وأوسدوا حفرا. يا بئس ما وسدوا، ناداهم صارخ في القبر إذ دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: هذه الوجوه عليها الدود يقتتل، هذه الوجوه عليها الدود يقتتل. أيها الأحبة، ماذا سيفعل ذلك الشاب في قبره؟ مر رسولكم صلى الله عليه وسلم، مر في ليلة من الليالي صلوات ربي وسلامه عليه، مر بأهل البرزخ، مر بأولئك الذين يعذبون في قبورهم، فرأى من بين المعذبين أناس في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع،
رجال ونساء عراه. وتخيلوا الموقف، عراه بالأمس رأى فخذها أو ساقها ففتن، بالأمس رمشت له بالعين فسحر، واليوم هي عارية أمام عينيه، فماذا سيفعل معها في القبر؟ بالله يستطيع يقربها في القبر؟ يستطيع، هي أمامه عارية، لكن أي حياة يعيشها في تنور؟ يأتي من تحتهم نار ولهب، وهذه صور بعض أناس حرقوا بنار الدنيا، فكيف نار القبر؟ ليتعظ المتعظون، لهب من أسفل ليحرق ماذا يا أكوان؟ ليحرق الأعضاء التناسلية التي تلذذت بالحرام، نار لا كنار الدنيا، إذا أصابتهم قفزوا يصيحون يضوضون. أما آن للقلوب أن تلين؟ أما آن للقلوب أن تلين؟ هذه ناران الدنيا رأيناها فخفنا، وما أصابتنا فكيف بالذين يصابون بنار الآخرة؟ ما حال ذلك المسكين يوم أن ينفخ في الصور فيبعثر في الماء في القبور، وتنشق السماء وتزلزل الأرض، ويبعث الله الخلائق ويقوم عريانا كما بدأه الله أول مرة؟ ما حال ذلك الزاني يوم أن يسير في عرصات يوم القيامة والملائكة تسحب الكفار على وجوههم إلى النار، والأمم على الركب جاثية، والأنبياء يقولون سلم سلم، والجبال دكت، والسماء انشقت، والشمس كورت، والمجرمون سعرت بهم النار، ونصبت الغدرات، نصب لكل غادر اللواء، وقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، وقام المسكين واتضح المستور، وأحضر للقضاء بين يدي رب العالمين، ومر في العرصات فإذا به يرى تلك الفتاة التي غرر بها تمسك بتلابيبه وتشتكيه إلى الله، ورأى زوجها ورأى والدها ورأى والدتها ورأى ذلك الابن الذي أنجبه باستحاق، وقاموا بين يدي رب العالمين يشتكون إلى الله. لا إله إلا الله، مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأصبحت دوما على رأس العباد تمور، وإذ الجنين بأمه متعلقا يخشى العذاب وقلبه مذهول، هذا بلا ذنب يخاف لحوله كيف المصر على الذنوب دهور.